السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين قناة نفيد ونستفيد. طبعا الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا، الحمد لله وكفى، والصلاة على رسولنا محمد خير المرسلين. بإذن الله اليوم يا إخواني يعني جمعة مباركة. أولا بإذن الله راح أتحدث معكم عن نوع من أنواع الفاكهة، عفوا هو من نوع من أنواع الحمضيات، يستخدم العصافير البادية، أكيد كلكم تعرفونه، وهو البرتقال. البرتقال يا إخواني أهميته العصافير البادية وغيرها من الجوارح أي الببغويات جميعها، هو يا إخواني أول شيء كما تعرفونه هو فيتامين سي، وهو منشط ومقوي جدا للدم عند هذه العصافير، أي يقوم على تحريك الدورة الدموية وتقوية الدم عند هذه العصافير. ايضا يا اخواني هو يساعد باذن الله على جعل يعني الدورة الدموية باكثر قوة واكثر تحصينا من الامراض، لان كلما كانت الدورة الدموية تعمل بشكل سليم وقوي توقيت العصافير من الكثير من الامراض. وايضا يا اخواني هو ايضا منشط لما يسمى بالعطس، اي يسيطر على ما يسمى بالعطس والرشح، اي يبعدهما ويطردهما كشأنه شأن المضاد الحيوي الطبيعي، أي هذا يا إخواني يوضع يوم بالأسبوع كتنويع، يأتي من ضمن الجدول الغذائي أو نوع من أنواع الفاكهة والحمضيات التي تقدم كنوع يعني من التنشيط الدموي وتقوية الدم لهذه العصافير، كما تحبون أن تضعوه في أول الأسبوع أو نهايته لا يخالف. المهم يا إخواني حاولوا التنويع ووضعه، من المربين يقوم بوضعه يعني على شكل حز واحد هذا يكفي، من المربين يقوم ببشره ايضا جيد جدا لا مانع ان تقوم ببشره وتقديمه، ومنهم من يقسمه من المنتصف فيضعه في القفص عادي جدا، وهناك من يقوم بقشر عفوا بتقطيع القشر ناعم اي بشر القشر للحماية من الامراض ويعني معالجة العطس والرشح إلى آخره. هذه كلها من خصائص البرتقال وأهميته لعصافير البادجي. طبعا في مربين راح يقولوا يا أخ محمود العصفور عندي ما بيأكل البرتقال، أي يا أخي يعني حاول أن تقوم في فترة الليل في مكان معتم بتسليط فلاش الموبايل على نوع من أنواع الفاكهة أو خصوصا البرتقال كإضاءة لا يرى غيرها العصفور، فبإذن الله تكون هذه عملية سهلة للنزول والتعرف على هذا النوع. في النهاية يا إخواني أكيد حبيت أن أظهر لكم بهذا الفيديو لتوضيح أهمية البرتقال وخصائص العصافيركم بإذن الله. أنتظر جميع تعليقاتكم وردودكم واستفساراتكم أسفل الفيديو، هناك صندوق التعليقات أكيد للإجابة عليها، وأيضا طرق التواصل تعلمونها جيدا في قناة نفيد ونستفيد. أولا رابط صفحتنا عبر الفيسبوك قناة نفيد ونستفيد لتلقي الرسائل، وأيضا رقم الخاص بالواتساب محمود وادي كل يوم ساعة أكيد يا إخوان للإجابة بشكل مباشر عن جميع الأسئلة. ويا إخوان أكيد يعني في النهاية شاكر لكم حسن استماعكم ومشاهدتكم، أكيد يا إخوان يعني من أعجبه هذا الفيديو لا ينسى أن يضع لنا لايك، وأيضا يا إخواني لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل من أعلى زر الجرس لتلقي جميع الإشعارات وكل جديد الموضوعات. في النهاية أكيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم ومحبكم دائما محمود وادي قناة نفيد ونستفيد.